لكن اللافت في نظر امبارح واللي كل الناس كانت بتتكلم عليه امبارح سواء على السوشيال ميديا او خلافه لقطه مؤمن زكريا، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويقول لنا ويرجع تاني الملاعب بخير. امبارح محمد صلاح عمل لقطه بصراحه لقطه محترمه جدا، كلم مؤمن زكريا وراح عشان يحتفل معاهم بهذه البطوله. احنا كنا بنحب هدير ليفربول عشان خاطر محمد صلاح، دلوقتي بنحبهم كمان عشان احتفالهم بمؤمن زكريا اللي هو برضه سبب محمد صلاح. صحيح، ويمكن الناس كلها امبارح كانت متفاعله بشكل كبير جدا مع الفيديو. انا شخصيا الفيديو جه قدامي كذا مره من كتر ما هو مبهج وفي كتير من الانسانيه شفته كذا مره، وكنا سعداء الحقيقه بمؤمن زكريا وبمحمد صلاح وبالاجواء الجميله اللي ما بينهم. مساله انه يعني الاخلاق والانسانيه قبل اي حاجه، قبل النجوميه وقبل الشهره وقبل يمكن يعني ده اللي بيخلي الناس تتعلق اكتر بالنجوم. دار الافتاء المصريه امبارح كان ليها على حسابها الرسمي كلمه عن الموضوع ده، كتبوا انه الانسانيه قبل التدين، والانسانيه الحقيقيه اخلاق وجبر الخواطر، والاخلاق ليست قاصره على الرياضه فقط بل هي منهج حياة. فالحقيقة أن محمد صلاح ورنا ده في أبهى صوره، بنوجه له التحية، بنوجه التحية لكابتن مؤمن زكريا، ودايما بنتمنى له نشوف ضحكته كده مالية الدنيا، ونتمنى له دايما السلام. طبعا بنتمنى له الشفاء، وربنا يكبر بخاطرك يا صلاح زي ما جبرت بخاطر مؤمن. وهو ده صلاح يا جماعة، يعني هو صلاح راجل مجدع وابن بلد، فدايما بيفكر في أصحابه كمان. واللقطة اللي حصلت امبارح دي لقطة بتعبر فعلا عن أن صلاح راجل محترم، مش زي ما بعض الناس طلعت على السوشيال ميديا تقول اصله بيدور على ترند. صلاح مش مستني ترند يا جماعه، صلاح مش مستني حاجه زي، صلاح نجم عالمي، لازم تعترفوا بان صلاح نجم عالمي وبيشرف مصر وهيفضل مشرف مصر، وان شاء الله باذن الله يلحق نهائي دوري الابطال.